اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. هنعمل النهارده مع بعض وصفتين حلوين جدا اولادنا هيفرحوا بيهم. اول واحده هتكون الفراخ المتقطعه، هنعملها بانيه في الفرن، وتاني واحده هتكون كوكيز الشوكولاته بالشوفان. نطلع فاصل ونبدا مع بعض. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واول وصفه معانا هتكون وصفه الفراخ. هنعملها زي التشيكن بوبس اللي هي بتبقى صغيره متقطعه بطريقه لذيذه جدا، الاولاد هيحبوها بما ان الاولاد بيلعبوا ورانا، فاحنا عاملين لهم حاجه لذيذه ان هم ايه يقدروا ياكلوها دلوقتي. هنقول مع بعض المقادير. عندنا صدور الفراخ، عندي العسل، النشا، عندي البقسماط، البيض، الثوم، والسمسم. المقادير هتشوفوا هنعملها ازاي، واللي ممكن يعني الحاجه اللي مش هتحبوها قوي هنشيلها، بس العسل بيطلع حلو جدا معاهم علشان بيديهم الاضافه بتاعه المنظر الكريسبي من بره في الصوص. اول حاجه هعملها عايزه يلا عايزه اجيب بس الاول الفراخ احطها في الايه في البيض والبقسماط. والفراخ عندنا هتبلها كده، يلا تبل بقى بشويه ملح كمون، وهنحطها في الفرن علشان ما نستخدمش زيت كتير، لان احنا زي ما اتفقنا الاطفال دايما عايزين نعمل لهم الاكل يكون من اخف الحاجات. شويه زيت صغيرين، ولو مش عايزين تحطوا في البيض احنا هنحط شويه زيت، بس البيض بيدي الماده بتاعتنا اللي بتلزق كويس قوي. هعمل كده اهو، اقلبها كويس قوي، وبعد كده هحط معاها سنه صغيره جدا من الثوم، بس ايه اطعمه. البيض بضربه، وهحط منه شويه اهو، هنقلب كده. هو اخد البلة اللي احنا عايزينها عشان نقدر ننزلها في البقسماط. تعالوا بقى ايه اجيب طنج معانا، وطبعا اهو هدهن شوية زيت هنا. سهلة جدا ما بتاخدش وقت خالص معانا، ومن الاكلات الحلوة جدا. كده انا حطيت ايه زيت كويس، حلو بقى ايه نعمل نحط في البقسماط ونطلع كده. زي ما احنا عارفين ان الموسم الجديد هنكون بنتكلم كله عن الاصحاب، عن لمة العيلة، عن المطبخ الملموم في عيلة عيلتك عيلتك اصحابك الناس حبايبك يعني وحبايبك. فطبعا الطبيخ مش بس نفس، الطبيخ كمان لمة حلوة، وده اللي احنا هنتكلم عنه طول الموسم الجديد. حلقات جديدة هيكون معانا فيها ضيوف، كل ضيف ليه قصة، وكل ضيف مهم جدا في حياتنا، هيكون
الخبرة بتاعته هينقلها لنا، القصة بتاعته هينقلها لنا، فإحنا مش بنعيش بس قصتي، إحنا بنعيش قصة كل واحد بيجي وبنشوف منها وبنتعلم منها من النصايح اللي بتيجي من وراها والأخطاء اللي بتحصل، فنعرف إزاي نتجنبها كده زي ما احنا شايفين، وبنتعلم مع بعض ونستفيد حاجات جديدة، معلومات، نصايح، فكل ده بيكون احنا مع بعض فيها. عايزين نتكلم برضو عن الدراسة، إن الدراسة من الحاجات المهمة جدا في حياتنا، فلازم كله يبذل مجهود كويس جدا إن هو يكون بيدرس. بس من رأيي أنا الشخصي إن في الصيف لازم نعمل internship أو نعمل اللي هي السمر ورك، بتبقى بنشتغل في الصيف مكان يعني الأجازة، بتبقى شغلة ممكن إحنا نستفيد منها كتير جداً على حسب طبعاً إيه التخصص بتاع كل واحد، منها إن إحنا بيجيبنا خبرة، منها إن إحنا ممكن لو اشتغلنا بمرتب برضو دي بيبقى دخل لينا، وممكن كمان بيكون إن أنا زيادة في معرفة الناس، بيبقى عندك علاقات حلوة، كونكشنز دي كلها بتكون حلوة لبعدين. فمش عايزين ان احنا يا شباب نبص تحت رجلينا، لا، عايزين دايما نبقى شايفين قدامنا وما نقولش لا انا لما اخلص، لا انا لما وابقى كسلان، لا خالص، بالعكس، لما تنزل وتحس ان يومنا في حاجه جديده، ان يومنا برودكتيف و يعني بيعمل شغل، وتلاقوا ان انتوا بتفرقوا في المكان اللي انتوا فيه ده، هتحسوا قد ايه ان الشغل حاجه مهمه، وان انتوا ده لايف ستايل، خلاص طريقه عيشه، هو مش بس انه واجب علينا ان احنا نشتغل، لا ده طريقه عيشه، فهتفرق معاكم طبعا جدا جدا جدا. اهو بصوا بقى احنا كده ايه عملناها، يلا بينا، فاضل اخر شويه خلاص. كده بعدين هقوم رشها رشة زيت خفيفة جدا، وتقوم داخلة بقى الفرن تستوي. اهو أكلة جميلة خفيفة ولذيذة جدا للأطفال، هتلاقوا أطفالنا كلهم حبوها. والبقسماط بصوا الزيادة ده، هنقوم ايه حاطين بس الحتة اللي فيها، نشيله في الفريزر على طول، في كيس في الفريزر او في التلاجة، مش هنرمي الحاجات المتبقية، اوعوا ترموا اي حاجة. وبعدين البيت ده برضو ما نرميهوش على طول، نعمل ساندويتش ندي للاولاد. اهو كده هدخله الفرن دلوقتي، بس ايه احط شوية زيت عليه كده من على الوش. يلا بينا، بس كده ايه بندي، بصوا خفيف ازاي كده، وتلاقوه اتحمر معاكم حلو جدا ولونه بقى جميل. يلا بينا نخش الفرن. تعالوا بقى نروق هنا ونعمل ايه الصوص بسرعة. يلا الصوص سهل جدا، بس انا ايه ممكن اعمله اول لما اطلعها، استنى تعالوا عشان الصوص ايه عايزها تبقى هي سخنة وهي طالعة، تعالوا اجيب هنا اروق، نطلع فاصل ونرجع بالوصفة التانية ونعمل الصوص مع بعض. رجعنا لكم بعد الفاصل ونبدا مع بعض بالوصفه الثانيه، بس الاول هنشوف التشيكن، فراخ التشيكن بوبس اللي احنا عملناها زي ما احنا شايفين صغيره، واتحمرت تحمير لذيذ قوي وخفيف.
في الفرن. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط الزيت، اعمل بقى الصوص بتاعها الخفيف السريع. هحط زيت، هحط شويه من الثوم، هحط السمسم. اللي مش بيحب السمسم مش لازم يحطه. وهحط العسل. اوكي، النشا بقى ممكن احط شويه صغيرين بحيث ان انا ايه اتقل الصوص شويه. بس كده اهو. وهنقوم حاطين الصوص كده على الوش اهو زي ما احنا شايفين، بيكون عامل شبه السويت اند ساور شويه لان انا محبشه ومحدقه الفراخ، فتطلع حلوه جدا للاطفال. يلا تعالوا بقى نعمل مع بعض الكوكيز. دي الوصفة الثانية، هنعمل مع بعض كوكيز بالشوفان، صحية حلوة جدا هتعجبكم. نقول مع بعض المقادير: عندي الدقيق، عندي الشوفان، عندي الكاكاو، في السكر البني والسكر الأبيض، وبعدين عندنا البيكنج سودا، بيكنج باودر، وعندنا الفانيليا، الزبدة، البيض، والشوكليت شيب. هنبدأ مع بعض بالمقادير إن احنا نحطها بقى مع بعض. تعالوا نشوف. أول حاجة هنعملها إن احنا هنحط هنحط السكر البني والأبيض، وهنحط الزبدة، وهنبدأ بقى في ايه، في الضرب فيهم. نخليها كده عشان ايه أول هنعملها كده، بعدين أول ما نلاقي إن هما بدأوا يدوبوا مع بعض تبقى كريمي ندخل البيضة. كل ده انا عاملاه على واحد مش على العالي اهو. بعدين ايه، هعلي شويه. يلا هبدا بقى ايه، انزل شويه شويه من الحاجه. نحط الفانيليا الاول، وهحط بقى البيكنج باودر والبيكنج صودا. خلاص انا حطيت من الفانيليا التانية. هبدأ احط الشوفان. كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده الدقيق شوية في شوية. تبقى حلوة جدا جدا جدا. والكاكاو بقى. اهو. بدأت تتقل معايا، فبصوا بدأ ايه يبطأ. نزود الدقيق. كل ما ظبطنا الدقيق نعرف نعجن اسهل واسرع. وبعدين الكاكاو الخام بيبقى حلو جدا وصحي كويس، والشوفان طبعا. واحنا برضو ايه، علشان ما نخليهاش دسمه قوي، حطينا شويه من السكر البني وشويه من السكر الابيض. بس كده انا تقريبا اهو حطيت كل المقادير.
نبدأ بقى إيه إن أنا ونبدأ أهو. هنجيب الصينية وبعدين نجيب الفرشة، هنحط شوية زيت قليلين جدا جدا جدا، طبعا ده كتير جدا جدا جدا، فأنا هعمل كده. وبعدين إيه الباقي؟ لا مش كتير ولا حاجة، طلع يا دوب. اوكي مش كتير. اوكي كده هبدا بقى في التكوير. يلا بصوا بقى نعملها كده. يلا ورا بعض على طول على طول، ويخشوا الفرن يطلعوا حلوين جدا جدا جدا. اهم حاجه في الكوكيز عامه ان انا ما اسويهاش ان هي تطلع ناشفه، هي لازم تطلع طريه وبعد كده هتنشف بره، فهاخد انا بقى ايه الحلاوه بتاعتها في الطعم. فعشان كده الغلطه اللي دايما انا كنت بعملها الاول ان انا كنت بطلعها ناشفه، او اللي انا كل ما اشوفها الاقيها طريه اقول لا لسه ما استوتش، لا هي بتبقى استوت، تطلع بره هتلاقوها بتنشف، البسكوت بيحصل له كده. ودي بقى طبعا حاجة جميلة صحية أطفالنا هيحبوها جدا أهو، ومع الجو كمان الحلو بقى تبقى تحفة في المدارس. حتى إحنا دلوقتي داخلين أهو في موسم المدارس زي ما إحنا شايفين، فعايزين برضو شوية حاجات كده نعملها، تحط دي في علبة وكل يوم أهو كل يوم نفكر مع بعض في حاجة وبواقي الاكل بتاعنا. يعني احنا لو متبقي عندنا فراخ مثلا من قبلها بيوم، على طول ممكن نقوم مقطعينها مكعبات وتتاخد مع الاولاد في اللانش بوكس بتاعهم. في نفس الوقت برضو عندنا الكوكيز نعملها ونجهزها، هيحبوها جدا في المدارس. تطلع روعة. طبعا انا عاملة واحدة جاهزة علشان وقت البرنامج، بس انا لازم اوريكم دي وبرضو تطلع لنا سخنة وحلوة. ودلوقتي ايه بما اننا في البيت ولمة العيلة ولمة الاصحاب، نخلي الاولاد ايه يجوا دلوقتي علشان يدوقوا الحاجات اللي احنا بنعملها، عمايل ايدينا وحياة عينينا. بس انا كده ممكن احط كمان واحدة زيادة هنا. بس كده ندخل بقى على الفرن. يلا بينا. يلا نطلع بقى ده. نحط بقى بصوا بيطلع شكلها حلو ازاي وجميل، والاولاد هيحبوها جدا جدا جدا، صحية وفي نفس الوقت برضو الشوكولاتة اللي بيحبوها. اهو يا ولاد يلا نروق هنا. ولاد تاكلوا كوكيز؟ يلا والولاد هياخدوا الكوكيز. اتفضلوا. وبألف هنا وشفاء، وأتمنى تكون حلقة خفيفة سريعة عجبتكم، والأكل كمان يكون خفيف والولاد يحبوه. واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة من عمايل إيديا.
Thank you.